السلام عليكم. في هذا الفيديو جبت لكم الريجيم اللي كيقلب عليه كل شيء، الريجيم اللي ممكن تطيح به كيلويات كثيره فتره قصيره. تبعوا معنا الفيديو. غالبا ما كنتبعوا ريجيمات قاسيه، ريجيمات عشوائيه كتاثر ترتيبا على الجسم ديالنا، كتؤدي لتساقط الشعر، كتؤدي الى تضرر البشره، اضرار مثل نقص الفيتامينات والاحساس بالتعب المفرط. ملي كنتبعوا ريجيمات عشوائيه كتاثر على الصحه ديالنا، لان النسبه ديال السعرات الحراريه ديالها كتكون قليله، كتؤدي الى انخفاض نسبه السكر في الدم، هادشي اللي كيعطينا واحد الرغبه في الاكل، كنرجعوا ناكلوا اكثر من اللي كنا. هاد الريجيم فيه كل ما كيحتاج الجسم ديالنا، يعني ما يوقعناش مشاكل في الصحه او نقص معادن، نقص فيتامينات او تساقط الشعر. هاد الريجيم ركز على التحكم في الهرمونات اللي كتحكم لينا في الوزن ديالنا. هاد الهرمونات هما ثلاثه: الكورتيزون، الانسولين، وهرمون النمو. يعني غادي نضبطوا الهرمونات اللي كتمنع لينا حرق الدهون، وغنزيدوا في الهرمونات اللي كتزيد لينا من حرق الدهون. كل ما فيه سكر، كل ما فيه كربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي غادي ناخذو غادي يكون مستمد من الخضر. اي حاجه فيها سكريات ممنوعه، السكر ممنوع، التمور ممنوعه، الفواكه ممنوعه، الخبز بانواعه ممنوع، المكرونيه او البات، الارز، جلبانه، جزر، بطاطس، الزيوت المهدرجه اللي مقبوله او مسموحه فقط في هذا الريجيم هي زيت الزيتون والزبده، قطعني كذلك ممنوع، باقي كله مسموح. هو الخضر، لافوكا هي الفاكهه الوحيده اللي ممكن ناخذو، مكسرات بحال الكاجو، اللوز والكركاع. السر ديال هذا الريجيم غادي يكون في اخر الفيديو. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الاكل ديالنا. اول حاجه خصنا نحترموا وقت الاكل، نحترموا كذلك وقت النوم، لان النوم مهم لافراز هرمون النمو. كنا كنبداو اليوم ديالنا مع 8 الصباح. 8 الصباح غادي ناخذوا ملعقه ديال زيت الزيتون ونصف حامضه معصره، اما نزيدوها مع الماء ولا ناخذوها بحال هكا. هاد جوج المواد اساسيه خصنا ناخذوهم مع الصباح، لان الحامض كيف ما كنعرفوا حامضه فيها الاحتياجات اليوميه ديالنا من فيتامين سي. اذا حنا غناخذوا نصف حامضه فهي كتحتوي على نصف الاحتياج اليومي ديالنا من فيتامين سي. زيت الزيتون مهم للجهاز الهضمي، فيه فيتامين ا، فيتامين او، وفيتامين ك، وأوميغا 3. دائما بدينا مع 8 الصباح، ساعتين من بعد اللي تكون هي العشرة غادي ناخذوا شاي او قهوه كيف ما كنختاروا، ولكن بدون سكر وبدون حليب. اللي كيحتاج انه يضيف الحليب للقهوه ما يفوتش ملعقه او ملعقتين من حليب كامل الدسم. ساعتين من بعد ما كناخذوا قهوه او شاي كناخذوا الوجبه الاولى. اذا سجلوا كيفاش غادي ناخذوا الوجبه الاولى ديالنا. الوجبه الاولى كيكون فيها ثلاثه ديال البيضات، اما مسلوقين او مقليين على حسب الاختيار ديالكم. القليد البيض كيكون معاه الزبده، كناخذوا معاه نص حبه ديال لافوكا، ثلاثه ديال الحبات ديال الجوز، او 10 ديال الحبات ديال الكاجو او اللوز. كناخذوا طماطم، بصل، خس، خيار. دونك هذه هي الوجبه ديال الصباح. البيض ممكن ناخذه يوميا، ما تخافوش منه. شوفوا واحد الفيديو راه كنت قدمته من قبل على فوائد البيض. فالبيض فيه جميع الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا ما عدا فيتامين سي، وحنا كناخذوا فيتامين سي من الحامض اللي كناخذوا في الصباح، وممكن ناخذوا كذلك الفلفل الاخضر. ففلفله واحده طازجه يعني ما طايباش كتكون فيها 148% من الاحتياج اليومي ديالنا من فيتامين سي. ممكن نضيفوها حتى هي لهذه الوجبه او ناخذوها في الوجبه الثانيه. والبيض فيه بين 3 و 5 غرامات البروتينات. انا غنوريكم كيفاش تحسبوا الاحتياج اليومي ديالكم من البروتين على حسب المجهود اللي كتقوموا به يوميا. ممكن نضيفوا كذلك جبنه شيدر، قطعه من جبنه شيدر، لان شيدر هو اللي خالي من السكريات وفيه دهنيات مهمه للصحه ديالنا. اللي كيختار اي جبن اخر ممكن، ولكن يحاول يختار جبن ما يكونش فيه السكريات. هاد الوجبه غادي تكون مع 12، لان بدينا مع 8، من بعد من 10، من بعد من 12، 6 ساعات من بعد الوجبه الاولى غادي ناخذ الوجبه الثانيه والوجبه الاساسيه. الوغ اشنو غادي يكون فيها كمكونات؟ بروتينات، كربوهيدرات، ودهنيات. باش نحسبوا البروتينات اللي كنحتاجو في اليوم خصنا نشدوا الوزن ديالنا ونضربوه في 1.5، عاوتاني الوزن ديالنا ونضربوه في 0.8. مثلا الا كان الوزن ديالنا 100 كيلو فغادي تجينا بين 150 غرام و 80 غرام ديال البروتينات. لكن كنقوموا بمجهود كبير كناخذوا 150 غرام ديال البروتينات في اليوم، اما الا كان المجهود ديالنا بمجهود كثير في اليوم وما كنتحركوش بزاف نقدروا ناخذوا 80 غرام ديال البروتينات، اما الا كان المجهود ديالنا متوسط نقدروا ناخذوا 100 110 على حسب المجهود. يعني غادي نزيدوا على حسب المجهود ديالنا. اقل شيء ممكن ناخذوه هي الوزن ديالنا مضروب في 0.8. الوجبه الثانيه والوجبه الاساسيه كتكون عباره على 50% كربوهيدرات ناخذوها من الخضر، كيكون عندنا 25% دهون و 25% بروتينات. راه وريتكم كيفاش نحسبوا البروتينات. اما بالنسبه للخضر كنحسبوا بالبواني ديالنا، كل واحد والقبضه اليد ديالو. الوغ كناخذوا الخضر الصلبه يعني الطماطم، البصل، الخيار،
بروكولي، وكناخذوا الخضر الورقيه اللي هي خاصه لزيبينار، اي خضر ورقيه كنحسبوا منها 6 ديال القبضات ديالنا كنحطوها في الصحن. وبالنسبه للخضر الصلبه كناخذوا 3 ديال القبضات، 3 ديال البوني ديال الخضر الصلبه. هذا هما الخضر اللي كناخذوا في الوجبه الثانيه. كناخذوا البروتينات كيف ما قلنا، كنحسبوا العدد، كنحسبوا شحال الجسم ديالنا كيحتاج من البروتينات، وكناخذوا شرائح اللحم تقريبا غتجينا 3 ديال شريحات ديال 100 غرام اللي غتكون فيها حتى 90 غرام ديال البروتينات. البروتينات على حسب الوزن ديالنا وعلى حسب المجهود اليومي ديالنا. وغادي نزيدو زيت الزيتون، وغنزيدو قطعه ديال جبن شيدر. كتكون هذه هي الوجبه الاخيره. من بعد هذه الوجبه ضروري ما نستعملو خل التفاح. خل التفاح كناخذو ملعقتين كنديروها في كاس كبير ديال الماء، وكناخذوها ناخذوها دائما بالبيبات باش ما نضروش الاسنان ديالنا. الخل التفاح مهم لانه كيعطينا احساس بالشبع، كيساعد على زياده العصاره المعديه يعني تحسين الهضم وهضم البروتينات، كيزيدنا من الامتصاص على مستوى الامعاء، وكيمنع ارتفاع الانسولين. دونك هذا هما الاغذيه اللي غناخذو في اليوم ديالنا. انا غادي نحطهم لكم مكتوبين ضروري. بالنسبه للرياضه، فالرياضه غنحاولوا نديروها ساعتين قبل الوجبه الثانيه تقريبا في الربعة. اي واحد غادي يبدا مثلا تسعود غادي يولي غيبدل التوقيت ديالو اللي هي تسعود 11 الوحدة والسبعة العشية. دونك دائما نحترم الوقت ديالنا، نحترم الاكل في الوقت، نبتعد عن التوتر لان التوتر كيمنع علينا حرق الدهون. نلتزموا بالرياضه كيف ما قلنا ساعتين قبل الوجبه الثانيه. الرياضه مهمه بزاف، ونديروا رياضه ما يكونش فيها مجهود بدني كبير، تكون عباره على حركات سريعه بشكل اولا نديروا الحبل او المشي. علاش؟ لان الرياضه المعتدله كتثبت لنا الكورتيزول وكترفع لنا حرق الدهون. ما نساوش الابتعاد على التوتر، الالتزام بالرياضه واحترام اوقات الاكل واحترام اوقات النوم. الرجيم فيه جميع المكونات اللي قلنا، جميع المكونات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، فيه جميع الفيتامينات بروتينات دهنيات وكربوهيدرات، ولكن ما فيهش فيتامين دي. فيتامين دي ممكن ناخذوها عباره على مكملات غذائيه، ناخذوها في فتره ديال هذا الرجيم. هذا الرجيم ممكن تطيحوا به حتى 7 كيلو في اسبوع بلا ما نضروا الصحه ديالنا. السر اللي وعدتكم به في اول فيديو وهو الحجامه والوخز بالابره. كاين نقاط محدده في الجسم كتساعد على الاحساس بالشبع فتره طويله، كتساعد على زياده حرق الدهون والتخلص من السموم، السموم اللي كاين عندنا في الجسم ديالنا، تنشيط الدوره الدمويه، تنظيم افراز هرمونات، وكيف ما قلنا الهرمونات عندهم دور كبير في نقص الوزن. الابتعاد على التوتر، اخذ فيتامين دي، النوم وقت كافي، والالتزام بحصص الحجامه. النتائج ديال هذا الريجيم والنتائج ديال الحجامه، عندنا تجارب خاصه مع الناس اللي نقصوا حتى 40 كيلو بلا ما يضروا الصحه ديالهم، بالعكس تغيرات الحياه ديالهم. غادي نخلي لكم في اخر الفيديو دي منو باش يساعدوكم باش تبعوا هذا الريجيم. اللي عنده اي سؤال او استفسار في هذا الريجيم يخلي لنا تعليق وغادي نجاوبكم في اقرب وقت. نتمنى ان هذه المعلومات تكون مفيده وان هذا الريجيم يجيكم ناجح. تمنياتي لكم دائما بدوام الصحه والشفاء.